بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي الكرام. إذا كما كتشوفوا في الصورة أن اليوم وقع واحد عطب تقني كبير وخلق ضجة في الوسط وسط المغربي خاصة والعالمي عامة. إذا إذا كنشوفوا هذه الرسالة ديال الواتساب وير إذا كتشوفوا قرأوا الرسالة ديال الواتساب والسبب ديال السبب مازال ما عرفناه حتى واحد مازال ما عرف السبب الرئيسي اللي خلى هذا الشيء ديال مواقع التواصل الاجتماعي يتبلوكا بشكل مفاجئ. اذا هذا الشيء خلق اضرار كبيرة وكبيرة جدا للناس، خاصة الناس اللي خدامين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا التجارة الإلكترونية ولا بزاف ديال الامور. اذا كما كتشوفوا الرسالة ديال الواتساب هي هذه، قراوها مزيان باش تعرفوا انه كان عطب تقني على المستوى العالمي ليس فقط في المغرب او الدول العربية. اذا هذه هي الرسالة الاولى كما كتشوفوا. الرسالة ما كتخرج ملي كتصيفط الرسالة في الواتساب ولا ما كتخرج، كذلك نشوفوا الرسالة ديال الفيسبوك كما كتشوفوا الرسالة ديال الفيسبوك حتى هي او التويتر. اذا اغلبيه او جل المواطنين ولا جل الناس عندهم نفس المشكل ونفس الاسباب، كذلك الاسباب مازال ما معروفه الى حد الان. كما كتشوف الانستغرام كذلك انستغرام كومز. اذا جميع مواقع التواصل الاجتماعي اذا فيهم هذا المشكل هذا، وجا بطريقه مفاجئه ومازال الى حد الان ما فهمناش علاش وعلاش ما بغاش يخدم. اذا نحن حاليا كنحاولوا مرارا وتكرارا باش واخا ما كاين فين توصل دابا المعلومه، خاصه فيسبوك مسدود وواتساب كذلك، والاغلبيه ديال الناس كما كتشوفوا كيمشيو عند الساكات ولا عند السبير. عندي مشكل في التليفون ولا اغلبيه اصحاب ليهم واش المشكل كاين في التليفون ولا في الروشارج ولا، ولكن بغيت نقول لكم ان هذا المشكل هذا كاين عند الناس كاملين ماشي غير واحد ولا جوج. وبالتالي ان شاء الله كونوا هانيين، راه غادي يتحل المشكل في اقرب وقت ممكن. مازال ما معروف واش غيستمر هذا الشيء لايام او لساعات، وان شاء الله يكون خير. كنتمنى هذا الشيء ما يستمرش لان الناس متضرره بهذا القرار او بهذا العطل المفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش تدعمونا بلايك وكذلك ابوناو عندنا، وان شاء الله باش نلوح المزيد من الفيديوهات ان شاء الله في قادم المناسبات ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.